السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الجزء التاسع والأخير بفضل الله من فك تابلو العربية الجراند شوكي. كنا توقفنا عند ان احنا بنسلك التوربيدو في الفيديو اللي فات، شلنا الكليبسات بتاعه الضفر بتاعه اهو، ادو التوربيدو خلاص طلع. احنا عايزين نفك الجزء الحديد اللي في الصدر ده، فهنفك الموتور المساحات. هنا اماكن تثبيت الجزء الحديد ده، وادي واحد تاني اهو، وفي في النص بس موجودين تحت المساحة. هنا احنا بنفك موتور المساحات. خلاص فكينا موتور المساحات، هنشيل فيشته. بعد كده هنطلعه كله بره. ادي الجزء ده سايب سنة. هنا مواسير الماية السخنة وخراطيم التكييف احنا عايزين نشيلها. الجزء الحديد ده ممسوك بالمسمارين دول. خلاص فكرنا. هنا بقى بدأت المواسير تظهر، دول اللي هيتفكوا، مواسير السخن ومواسير التكييف. هنا فكناهم خلاص. دي المسامير ماسكة في الهاوسنج بتاع التكييف من جوه. عايزين برضو نفك ده الجزء البلاستيك ده، لأن ده تحتيه مسمار ماسك الهاوسنج بتاع التكييف. لسه بنفك الجزء البلاستيك ده عشان المسمار اللي تحتيه. هو المكان بس فك المسمار ضيق شويه.
هنشيل بقى الجزء البلاستيك ده، ده مكان دخول الهواء على جوه، ادي فلتر التكييف اللي ظهر ده، وهنا المسمار تحت ده اللي احنا بنشاور عليه ده اللي محتاج يتفك. ادي خلاص الهاوسنج، شفتوا اول ما شيلنا المسمار هو ده اللي كان ماسك الهاوسنج جوه. هناخد بقى الهاوسنج ده بره نفوره علشان نطلع من جواه الكويل او تلاجة التكييف او الايفابوريتور. اللي احنا بنفورها دي تلاجة المياه السخنة او الهيتر. كده شلنا المواسير بتاعتها منها، هنفصل الجزء ده ونفور بقى الجزء التاني اللي طالع ده الاكسبانشن ده. احنا هو ده اللي طالع من التلاجة، هو ده اللي اسمه الهاوسنج. فور بقى المسامير والكليبسات ومسوب الاتنين مع بعض. ده الجزء اللي فيه الفلتر شلناه، كل دي بقى مسامير اللي ماسكة النصين بتوع الهاوسنج في بعض.
بسم الله، ادي خلاص الهاوسنج لا زير 10 اسوأ شبكة عندي فيهم. هيتفور من بعضه. هنشيل الكاوتشة دي، في وراها مسمار. بسم الله. ادي الهاوسنج فك، وادي التلاجة. شايفين البقع ظهر عليها جدا مطرح التسريب. هنغير التلاجة وننظف الدنيا ونقفل عكس ما فكينا بالظبط. اصعب حاجة في الطابلو الفك مش التركيب. يا رب يكون الفيديو عجبكم. سلام عليكم.